إلى عدد جديد من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين. والبداية بالعناوين التي اخترناها لكم لهذا اليوم، والبداية من بغداد التي انتقلت إليها أزمة المياه الملوثة وفيها استمرار انقطاع المياه بجانب الرصافة من بغداد لليوم الخامس على التوالي، ومواطنون يعبرون عن استيائهم من مياه الإسالة الملوثة التي تصل البيوت في العاصمة بغداد. ثم نتجه إلى المستشفى الجمهوري في البصرة، وهو خال من الكادر الطبي إلى جانب الإهمال الذي يشهده مستشفى الحسين التعليمي في المثنى. بعد ذلك نعود إلى مأساة الطلبة أثناء توجههم إلى المدارس، وكيف أن الشوارع تغرق بمياه الأمطار، وما من تجهيزات حكومية أو بلدية تعكس الاهتمام بالشوارع والطرقات. أما الختام فسيكون مع أخبار ترصد الفساد الذي ينهش مشروع قناة الجيش القريب من نصب الشهيد. أهلا وسهلا بكم من جديد. البداية مع أزمة مياه الإسالة الملوثة التي بدأت بالبصرة، وبدلا من أن تحلها الحكومة الحالية انتقلت الأزمة إلى العاصمة بغداد التي كان يفترض أن تكون الخدمة فيها هي الأكثر تميزا والأفضل، لكن الواقع يقول إن أزمة مياه الإسالة ووصولها ملوثة إلى المنازل بدأت تعاني منها العاصمة بغداد حاليا. البداية مشاهدين مع مقطع مصور يؤكد استمرار انقطاع المياه بجانب الرصافة من بغداد لليوم الخامس على التوالي. المواطنين بس بدي اعرف يعني ماكو ما يصير لنا 5 ايام 4 ايام منطقه البلديات بصوره عامه والحبيبيه وكلها، هذا المي خايس جاي يطلع لنا، واصلا ماكو مي، يعني عمي قابلين بالمي الخايس بس ماكو مي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الان الى حال الماء الواصل من محطه العبور تحديدا الى منطقه المشتل والبلديات. هذا المي مباشر من الأبي، شوفوا يا به طين لو مو طين، طين لو مو طين، هاي اليوم شوفوا محطة العبور الرصافة. مشاهدينا اعتدنا في الحلقات السابقة أن نقدم لكم أخبار المياه الملوثة من البصرة وغيرها من المحافظات، لكن هذه المرة مياه الإسالة الملوثة وصلت إلى العاصمة بغداد. شاهد ماء الإسالة الملوث في مناطق زيونة شرق العاصمة بغداد. بس هذا المغسلة بيجي واحد يريد يغسل، يريد يغسل ينزل له، ينزل له. أنا ما رابطها على محل العصاير، رابطها على إسالة مال مي. المفروض فينا هذا المي، هاك شوف، هاك شوف، هذا مي، يعني هذا مي. إحنا قبل كنا نشرب من الحنفيه، هسا عمي ما نريد نشرب، إحنا نريد نغسل به بس. يصير هيك شيء؟ يصير؟ لا تقدر تسبح، لا تقدر تغسل، لا تقدر تغسل بيه فواكه، لا تغسل بيه مواعين. هذا الله فوق يقبلها. وزاره عملاقه. عمي قبل كنا نشرب من عنده، قبل كنا نشرب من عنده. نبقى في بغداد، حيث أن مياه الإسالة الملوثة لا تزال تصل المنازل بمنطقة الكريعات للأسبوع الثاني على التوالي. الآن إلى مواطن يجري اختباراً على المياه الواصلة إلى جانب الرصافة من بغداد، نتابع. السلام عليكم. طبعاً قبل قليل أكو إعلان نزل عن دائرة ماء بغداد. الإعلان يقول أنه العكورة جداً عالية في ماء بغداد، يعني بالإسالة،
والان راح نسوي تجربه نشوف العكوره ايش قد المي هذا اللي موجود حاليا هو المي من الاساله من البوري. وعندنا هذا القياس، القياس ديقرة صفر. الان راح نشتغله ونشوف ايش قد. الان اشتغل هو يقرا صفر، وراح نشوف العكوره اللي اخذناها هسه احنا من بوري الاساله. العكورة الآن كما تشاهدون 420. طبعا الإضاءة عالية فمدى يبين اللون الأحمر، بس كل ما نبعد عنها شوية تبين أنه اللون الأحمر بجهاز فحص العكورة للماء السائل. المعاناة للأسف هي العنوان الأبرز في أخبار عدد اليوم من تواصل دوت كوم مشاهدينا الكرام، ومن معاناة المواطنين فيما يتعلق بمياه الإسالة إلى معاناة المواطنين أيضا، ولكن فيما يتعلق بالمستشفيات والمراجعات في المشافي الحكومية. البداية مع لقطات تؤكد خلو المستشفى الجمهوري في محافظة البصرة من الكادر الطبي. مويا ولا واحد، الله وكيلك. شوفوا ولا واحد، صالة الطوارئ مستشفى الجمهوري، صالة الطوارئ مستشفى الجمهوري، الساعة 11 وربع يوم 17/12. شوفوهم بويا ولا واحد ولا دكتور ولا واحد. عمي شوفوا هذا الرجال دي يموت معقوله؟ الله وكيلكم راح يموت برقبة من هذا. ليش شوفوا شوفوا ومن الإهمال الصحي في مشافي البصرة إلى إهمال مشابه أو ربما كان أكثر سوءا في محافظة المثنى، حيث مستشفى الحسين التعليمي، وهناك الإهمال الطبي يؤدي إلى بتر يد شاب عراقي. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا في منطقة الربايع بالمثنى لتسليط الضوء على حالة ما أعرف صراحة هي مبكية، يعني تسببت بدمار شاب عمره 24 سنة. حالة ما نعرف هو خطأ طبي، إهمال طبي، لا مبالاة، أرواح الناس لعبة، ما أعرف لحد الآن الصراحة ما أعرف وين المشكلة. الحادثة تسببت ببتر إيد هذا الشاب اللي عمره 24 سنة، إيده انبترت. ليش انبترت؟ والده راح يسولف لنا القصة. تفضل. 17/7 صار حادث منطقة تالي حويش، نقلنا من منطقة تالي حويش للسماوة. ايه؟ صحة المثنى. نعم. صحة المثنى. مستشفى الحسين التعليمي. مستشفى الحسين التعليمي. ايه؟ ايه نقلنا، جبنا للطوارئ، طوارئ جاء الدكتور المعالج. ايه؟ الدكتور المعالج ما شخص الحالة. ايه؟ صب إيده، هو عنده قطع شريان. قطع شريان وين؟ قطع شريان جوا عظم الترقوة. زين ليش صب إيده؟ صب إيده ما شخص الحاله، بس اخذ اشعات. المفروض اصبعه هو كان اصبعه بس اصبعه مكسور وصب ايده. اي وصب ايده. نعم. المفروض هو يشخص الحاله. نعم. ما شخص الحاله الدكتور، بس اخذ الاشعات. الاشعات ما تعرف بالصدره، هو صدره صار تضخم عنده بصدره من ورا ما صب ايده. يعني تضخم شنو؟ دم انتفخ صدره. تمام. اي ورا 3 ساعات. زين هو حطوا له دم؟ اي حطوا له بطل دم. زين هو مو عنده قطع؟ اي عنده قطع شريان اساسا. الدكتور ما شخص الحاله. تمام كمل. أي. هو عنده كسر عظم الترقوه. نعم. جوا عظم الترقوه شريان مقطوع. حلو. اي حطوا له دم ورا 3 ساعات، فتحنا الصبغه لقينا ايده زاد. ورا 3 ساعات؟ ورا 3 ساعات. ليش فتحتوا الصبغه ورا 3 ساعات؟ هو قام يصيح من ايده. تمام. اي قام يصيح من ايده وتقيده. نعم. اي فتحنا الصبغه لقينا ايده زرقاء. ثاني يوم اجى الدكتور المعالج. شاف حالته قال لي ايدها زرق. قلنا دكتور اساسا هذا انت ما شخصت الحاله وصبت ايده، هذا عنده قطع شريان. ايه؟ اخذ المفراس ولا مفراس حولنا للنجف. اساسا وبالنجف شنو سويت؟ بالنجف ظل 15 يوم الدكتور المعالج بالنجف. سوى له الشريان وشال عظم الترقوه. قال ايده هاي لو ظل ما مصبوبه. ايه؟
ها بايده ترجع كما كان. زين والبتر وين صار؟ البتر صار بالنجف. ليش بتروها؟ بتروها سبب الصبه بالسماوه. يدخل الى مستشفى الحسين التعليمي بذراعين، فيخرج من المشفى بذراع واحدة، إلى معاناة أخرى وهي معاناة طالبات المدارس في منطقة المشاهدة بالجانب الأيمن من الموصل. اطلع عمي زكريا، خلي روح على عمي زكريا. ومن منطقة المشاهدة في الموصل إلى قضاء الحسينية شمال بغداد، حيث أن طلاب المدارس هناك يغوصون للأسف ببرك من الطين أثناء توجههم إلى مقاعد الدراسة. مستقبلكم حلو بالثلاجات. بعدولة الطلاب بعدولة هالشيء دول. غير موبايل راديو قاعد بالمويه اللي تكون يعني وقع بالمويه طيب بنات وين هاي يقومون للمدرسه بجزمات والله شباب. وإن من الهم ما قتل إلى حال طلاب إحدى المدارس ببغداد أثناء دخولهم إلى مدرستهم. المقطع القادم يبين جانباً من المعاناة اليومية التي يعيشها الطالب العراقي. بين الإهمال الحكومي والفساد تتراوح أخبار عدد اليوم مشاهدينا الكرام من برنامجكم تواصل.com. الآن إلى حديث نشطاء قالوا إن الفساد ينهش مشروع قناة الجيش القريب من نصب الشهيد. ولكن هذا المشروع حقيقة على الورق نفذ من عنده 85%، يعني شركة المنفذة شركة المقاومين العرب ومن وياها بعد، يعني مستلمين 85% من قيمة المشروع. الحقيقة 15% على أساس اللي باقي، وهي الحقيقة معكوسة إنه 85% ما منفذ و 15% فقط هو جزء المنجز، وإنجاز هزيل جدا حقيقة من المعيب على الحكومة العراقية، ويعتبر هذا أحد الشوارع الرئيسية في بغداد أن يكون هذا الوضع وتكون عاجزة عن تنفيذ هذا المشروع. مشروع القناة، وإن شاء الله يتم الخير مما هو بالمستقبل الحكومة تلتفت لهذا الجانب، وحقيقة نشوف الأشجار المعدومة والميتة والخسائر الكبيرة التي لا تقدر بثمن. الآن إلى مقطع آخر لذات الموضوع صوره مواطن يقول فيه أن قناة الجيش تتحول إلى برك مياه آسنة وتتجمع بها القاذورات للأسف. صير هذا منتجع القناة، منتجع القناة أصبح مكان للأوبة والأمراض، وعن قريب راح يدمر المناطق المحيطة به. ما يصير والله ما يصير، ما حد التفت له صار أكثر من 3 سنوات. شنو السبب؟ ليش؟ الجهات المسؤولة وينها؟ وين الرقابة؟ وزارة الموارد المائية وينها؟ ليش ما حد اتجه لهذا الشيء؟ والله حرام، كله أمراض. الله يقبل، محمد يقبل. والله ما يصير، والله ما يصير. هذا مجرى القناة، باعوا يا مواطنين، باعوا يا شعب،
ويقولون العراق ليش ما يتطور؟ شو يتطور العراق واحنا بهالخرابة؟ بس بوق استلموا اكثر من واحد استلم يبوق الفلوس مالته وينهزم. وهذا الكلام انا والله ما اعرف شو اقول عليه، والله جريمة، والله في فقرة آراءكم مشاهدينا الأعزاء، دعونا نشاهد مجموعة من الصور للتعليق عليها بشكل متزامن مع مشاهدتها. الصور التي ستعرض أمامكم تظهر جانبا من قيام مسلحين في البصرة وهم يرتدون ملابس سوداء ويستقلون سيارات دفع رباعي مظللة وغير مرقمة. النشطاء أكدوا أن المسلحين دخلوا دائرة رسمية وبالتحديد هي شركة مصافي الجنوب وقامت بإرباك الموظفين، وقد ادعى المسلحون أنهم من سرايا السلام حيث تزامن قدومهم مع مناقصة طرحت في شركة مصافي الجنوب. وهذه المعلومات ذاتها أكدها عدد من موظفي شركة مصافي الجنوب بحسب ما تم تداوله من أخبار نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. حسناً، دعونا مشاهدينا الأعزاء الآن نقرأ عليكم أبرز المنشورات التي كتبها نشطاء عراقيون عبر صفحاتهم في موقع فيسبوك. البداية ستكون مع أحمد الذي كتب مبتدئاً بابتسامة ساخرة، يقول: تذكرني بالشركة الصينية النفطية الموجودة ببغداد النهروان، من الميليشيات كانت تخمط بها وتصور الموظفين ما يطبون للشركة إلا ينطوني فلوس دخولية، لأن أكو كرفانات بالباب للميليشيات. أحمد يتحدث عن فكرة أن هؤلاء الذين جاءوا إلى الشركة إنما جاءوا حتى يقوموا بابتزاز الموظفين، ومن يريد أن يدخل إلى مقر الشركة فإنه لن يسمح له بالمرور إلا إذا دفع الأتى. وهكذا يقول أحمد. لنرى ماذا يقول آخر في منشوره وهو فادي. يقول فادي: وين رشيد فلاح من يريد يحصر السلاح بيد الدولة ويضرب بيد من حديد؟ لو القانون بس على الفقير. فادي هنا يتحدث عن فوضى السلاح وكيف أن هناك بعض الميليشيات لا تزال ترى نفسها فوق القانون، ويشير إلى أن الداخلية في العراق التابعة للحكومة الحالية لا تلاحق إلا البسطاء من الناس. إلى منشور ثالث كتبه النعمان، يقول النعمان: وإحنا الموظفين يذلونا بالتفتيش من ندخل للشركة، بس ذول ولد السيد بعد. النعمان يتحدث عن الإذلال الذي يتعرض له الموظف العراقي سواء الموجود في شركة مصافي الجنوب أو الموجود في أي شركة أخرى، وكيف أن الميليشيات المسلحة للأسف تمعن بإذلال المواطنين. إلى منشور آخر كتبه قعقاع الأنباري، يقول قعقاع: بدأ ينقلب السحر على الساحر، وبدأت الميليشيات والجماعات المدعومة من الحكومة بالتمرد على الدولة، وأهلا وسهلا بكم بدولة في طل ما حامية نفسها. يتحدث هذا الشاب عن فكرة الدولة الهشة التي هي حاضرة في العراق للأسف، وكيف أن الميليشيات تجول طولا وعرضا وتحكم على الأرض ولا تهتم لحكومة ولا لأجهزتها. إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم، وكتبته زينب. تقول زينب: هسا والله ما أعرف، واحد بيجي على هيك وضع لو يضحك على المهزلة، يبكي على هيك وضع لو يضحك على المهزلة اللي بالبلد. وضع محير كما تقول زينب. الآن إلى حيرة أخرى أو إلى فقرة أخرى، نذهب إلى تويتر. لن نسمح بتدمير التعليم، هذا الهاشتاج جاء رد فعل من مدرسين عراقيين أعلنوا الإضراب عن الدوام المدرسي يومي الأربعاء والخميس، وذلك اعتراضا على تعامل الوزارة معهم ورفضا منهم لما يصفونه مخطط تدمير التعليم، ما يؤكد تغلغل الفساد الحكومي وأن تأثيره الخطير بات يهدد القطاع التعليمي في عموم العراق. عموما نقرأ الآن عليكم أبرز التغريدات التي اختتمت بهذا الهاشتاج: لن نسمح بتدمير التعليم. البداية مشاهدينا الأعزاء مع بلال الموصلي الذي كتب: قاطع المدارس لمحاسبة التربية. بلال
يطلب من الجميع أن يقاطع المدارس، أن لا يذهب إلى المدرسة، يطالب المعلمين بالنزول إلى الشوارع من أجل محاسبة وزارة التربية والتعليم. إلى تغريدة ثانية نذهب وإياكم. محسن الشمري يكتب: إلغاء نظام الإحيائي والتطبيقي وزيادة التخصيص للتربية لبناء مدارس وإعادة النظر بالمناهج وإعادة تأهيل الكوادر ورفع الواقع المادي والمعنوي للمعلم مطلب شعبي. محسن يتحدث عن معاناة يعيشها المواطن الذي هو ولي أمر لطالب، ويعيشها المواطن الذي هو معلم لهذا الطالب، وكيف أن هذا المعلم للأسف يعيش ظروفا صعبة في عراق ما بعد الاحتلال، حتى أن الحكومة الحالية لا تنظر إليه لا بعين الاعتبار ولا بعين التقدير ولا الاحترام، لا تقدم له ما يستحق، لا تعطيه أبسط حقوقه للأسف. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وكتبتها أماني. تقول أماني: دمروا التعليم أحزاب الخراب. أماني هنا تتهم بشكل واضح الأحزاب الحكومية أو الأحزاب المشاركة في العملية السياسية في عراق ما بعد الغزو أو الاحتلال الأمريكي للعراق، تتهم الأحزاب بأنهم من يقف وراء مخطط هدم التعليم وتدميره في العراق. إلى التغريدة الأخيرة، وحيدر الكربلائي يكتب: نؤيد بقوة الإضراب في مدارس العراق وسنساهم به بعدم إرسال أولادنا للمدارس. محاكمة وزير التربية السابق بسبب العبث في المناهج وتدمير أسس بناء الدولة. مليون طالب رسب في المرحلة الابتدائية والمسؤول المباشر وزير التربية السابق. إذن العملية التعليمية في العراق تعاني، وهناك مخاوف من أن يتم تدمير التعليم. لذلك كان هذا الحراك من المعلمين ومن أولياء طلبة من أولياء أمور بعض الطلبة، إلى جانب أن الاعتصام أو أن التوقف عن الذهاب إلى المدارس سيستمر مثل ما قلنا لكم مشاهدينا يومي الأربعاء والخميس، بخطوة من خلالها يقول المعلمون إنهم يعترضون على الواقع التعليمي ويريدون من الوزارة أن تصلح نفسها. بعد الفاصل نذهب إياكم إلى المقاطع المصورة. تمر هذه الأيام ذكرى عملية ثعلب الصحراء التي نفذتها قوات الاحتلال الأمريكية إلى جانب القوات البريطانية في العراق عام 1998، واستهدفت تنفيذ قصف جوي على أهداف مدنية وحيوية في بغداد وعدد من المحافظات بذريعة عدم تعاون العراق مع المفتشين الدوليين. العملية استمرت 4 أيام من 16 وحتى 20 من شهر كانون الأول عام 1998. دعونا نشاهد هذه المادة المصورة التي تحمل المزيد من المعلومات. قاعدين ده نتعشى، خلصنا العشاء قعدنا، عيني اشوف غاره جتي وصوت زز فشي قوي وبوم قبل الكهرباء انطفى وعمينا السقف مالي كله نثر والجام اتكسر. سنة الحياة تقتضي بأن التاريخ لن يرحم أي ظالم. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. ألتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.